سلام. اللي عايز البلابيس يلعب العريس. صلوا على النبي بقى كده، صلوا على النبي وعلى الراي بقى كده. هنقلع كلنا هنقلع عشان نقلع. اقلع والله. لا استنى استنى يا باشا. هو اللي موصينا يا جندي. انت قايل ايه؟ صلى على النبي. انت قايل ايه؟ كله يقلع يا عريس. انا مش جايب حاجه من عندي خالص. انت تقلع زينا كده اهو. ها يا عبد السلام ابو حمصه. لا صلى على النبي. مش معنى ان انا والعريس هنقلع الناس اللي واقفه دي كلها. ايه يا جندي؟ ايه يا جندي؟ ايه يا انت؟ هو ايه يا جندي؟ ايه يا علاء؟ يا رب اللي ما يقلع عربيه تاكله. ايه يا صلى على النبي. عربيه تاكله. صلى على النبي. انا عايزك عريس كده اهو، كده اهو، زي كده. يا عبد السلام شفت العريس بيعمل ايه؟ عسل. صلى على النبي بقى كده. بص يا عريس. لا سيبه. بص يا رجاله. انا واخويا قلعنا والعريس قلع. عليا النعمه. الرجاله اللي قلعت ديت اهو. طب اقلع. طب انا عايز كله يقلع زينا. طب بص يا رجاله ممكن تسيبونا احنا هنا وانتوا ورا؟ تسيبونا هنا وانتوا ورا قشطه، بس كلنا نقف صف واحد. صف واحد ساعدونا. صف واحد. صف واحد. بص يا عبد السلام. ايه ثواني. العريس يقلع زينا كده يا حمودة ابو هلال. بص مش اي حد بيعمل زينا. افهم صف. انا عايز كلنا صف يا جدي. اقف صف والنبي. انا عايز الرجاله بقى ترجع ورا. ترجع ورا. وهي كلنا نعمل مع العريس كده. بص ايدينا لفوق. ايدينا لفوق وهنرفع ايدنا لفوق. وادينا رباب. Thank you.
العريس بيقول محمد عبد السلام صلى على النبي بقى. انت عارف لما بحمصة يقف معانا لا مؤاخذة كده يا صاحبي، صلى على النبي بحمصة، صلى على النبي بحمصة، حشوا رجالة صلى على النبي عشان عبد السلام يروح، عشان عبد السلام يروح صلى على النبي. بص يا ريس محمد عبد السلام بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه؟ انا عايز كل راجل جدع يرفع ايده للتن اللي فوق ويعمل كده ولا بيحبصها. اللي يحب النبي يرفع ايده للتن اللي فوق. ايوه الله يخرب بيت ابوك اللي ما ترفع ايدك للتن اللي فوق، وهنرفع ايدنا لفوق والدينا تطلع، الدينا تطلع. لما نحب نقولهم
ماجد يا نجم مصر احلى ابو ماجد. عبد السلام مش سامع حاجه وكده مش هيحسنا خالص، واحنا قلنا له لما نحب نقولهم مفيش برضه صح يعني اهو لما نحب نقولهم. يا عم ماجد عم ماجد انت سامع حاجه؟ لا انت سامع حاجه؟ لما نحب نقولهم ولما نحب نولع ولما نحب نشخلف يزور النبي يرفع ايده لفوق ودينا الحقنا ودينا الحقنا. الدنيا والروبة.